لن تعطي أي كلمات أو تصريحات أدلي بها للصحافة المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا حقهم. المملكة العربية السعودية هي صاحبة الموقف التاريخي الذي لا يمكن أن ينساه أي كويتي. المملكة العربية السعودية هي كان لها بعد الله سبحانه وتعالى الفضل الأكبر والأول في تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم. كلمات الملك فهد طيب الله ثراه عندما قال: أما أن تبقى السعودية والكويت أو أن تذهب السعودية والكويت في أصعب الأوقات وأحلك الظروف، وقبل أن يعرف أي أحد ماذا سيحدث، ها قال هذه الكلمات من مبدأ راسخ محفورة. هذه الكلمات محفورة في عقول وقلوب كل الكويتيين، لا يمكن أن تسقط بالتقادم، بل نتوارثها جيلا بعد جيل.